نتحول مباشرة إلى أم درمان ومراسل القاهرة الإخبارية عثمان الجندي. صباح الخير عثمان. إذا كنت مع محمد في موضوع خروقات الهدنة في تحديدا الخرطوم وجنوب الخرطوم في جنوب العاصمة ويحدث من هذه المواجهة ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. كيف هو الوضع في أم درمان عثمان؟ صباح الخير عليك أمل وعلى مشاهدي القاهرة الإخبارية. الأوضاع في أم درمان مستغرة منذ الأمس على الصعيد العسكري الميداني. لم تشهد أم درمان أي اشتباكات في كل الأضعدة، سواء كان شمال أم درمان أو جنوب أم درمان أو غرب أم درمان أو شرق أم درمان وكذلك منطقة وسط أم درمان. ليس هناك أي تصعيد عسكري حتى في المناطق التي كانت ملتهبة مثل منطقة شارع العرضة وكذلك منطقة جسر والدلبشير ومنطقة الإذاعة والتلفزيون. أيضا توقفت الاشتباكات يوم أمس، كان يوم مستغر تماما في مدينة أم درمان، وكذلك منذ صباح اليوم هناك استغراق كبير في كل مدينة أم درمان، ولكن هنالك تصعيد، هنالك تحليق للطائرات لم ينقطع. حتى الآن الطائرات تحلق، منذ الخميس الماضي الطائرات تحلق في سماء أم درمان، وحتى هذه اللحظة لم ينقطع هذا التحليق، والتحليق مركز في الاتجاه الغربي لمدينة أم درمان، وكذلك التحليق مركز في الاتجاه الجنوبي الشرقي. هذه منطقة الجنوب الشرقي لأم درمان هي غريبة جدا لمنطقة محيط القصر الجمهوري، وكذلك غريبة جدا لمنطقة القيادة العامة. وأيضا التحليق يستمر أيضا في الاتجاه الشرقي، هي منطقة كافوري بالخرطوم بحري، هذا على صعيد العمليات العسكرية في مدينة أم درمان. نعم عثمان، فيما يتعلق بهذا التحرك ومحاولات التمركز لميليشيا الدعم السريع، سواء كان بمحيط القصر الجمهوري أو القيادة أو كان بقرب دارفور والخرطوم، هل هي محاولة لربما المحاصرة أم الإحاطة أم أن التمركز فقط ليقول تقول ميليشيا الدعم السريع أنها متواجدة في أم درمان؟ ميليشيا الدعم السريع في أم درمان متواجدة في الأحياء السكنية وتحتمي بالمدنيين في عدد كبير من الأحياء، بالذات أحياء أم درمان القديمة ومناطق الفتيحاب ومناطق أبو سعيد في قرب أم درمان وكذلك في منطقة أم بدة، لكن هذه القوات ليس لها وجود في مناطق شمال أم درمان ومناطق شرق أم درمان المحاذية لنهر النيل وكذلك في منطقة كرلي التي تخلو تماما من معسكرات الميليشيا. أيضا ليس لهم جيوب في منطقة كرلي، منطقة كرلي هي منطقة كبيرة جدا تقع في الأقدو الجغرافية لمدينة أم درمان. التمركز هذا في موجود بالمركبات المقاتلة في شوارع الأحياء السكنية أي وسط المواطنين، مما شكل قلة الحركة خوفا من تفلت هذه الميليشيا مع المواطنين الذين يقتلون في هذه الأحياء السكنية. المنطقة الغربية التحليق بيتم دوما والاستطلاع، ربما تكون هنالك رسالة عسكرية قادمة من اتجاه غرب السودان لمساندة ميليشيا الدعم السريع، وبيانات الجيش أثارت كثيرا أنها تعاملت كثيرا في منطقة غرب أم درمان المجاورة إلى ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور، أنه تعاملت مع عدد كبير من الأرسال العسكرية وتم ضربها وتم تشتيتها في مناطق أخرى. هذا هو سبب التحليق في منطقة غرب أم درمان، والتحليق كذلك في منطقة جنوب شرق أم درمان والمنطقة الشرقية لأم درمان محاذية لنهر النيل، هذا لاستطلاع حول القصر الرئاسي ومنطقة القيادة العامة ومنطقة الخرطوم بحري بصورة عامة، سواء كان المنطقة المركزية الخرطوم بحري أو منطقة كافوري. نعم عثمان، يعني كثير من الأطراف الدولية والإقليمية تخشى من تمدد وإنعكاس وتأثيرات هذه الحرب وهذه المواجهة إلى الإقليم وأيضا تأثيراته دوليا، ولكن في الداخل هذا الامتداد وهذا الانتشار والتمركز للميليشيا هو في مناطق حيوية واستراتيجية تريدها هذه الميليشيا، أم أنها يمكن أن تنكفئ وتعود في مرحلة من المراحل إلى إقليم دارفور وبالتالي هنالك تثبيت لهذه الميليشيا هناك؟ الميليشيا تتمركز بصورة كبيرة في مناطق السكنية للمواطنين، ولقد انعكس ذلك على حياتهم الطبيعية وحتى شكل خطورة في الإمداد الغذائي وشكل خطورة في الإمداد للوقود. الإمداد للوقود انقطع تماما من أم درمان نزل لسيطرة الميليشيا على مناطق يسكنها عدد كبير من السكان، وكذلك مناطق بها عدد من محطات الوقود الحيوية، وكذلك السيطرة على عدد من المستشفيات
اصبحت عديد من المستشفيات سكنات عسكريه. اليوم صدر بيان من لجان المقاومه في منطقه الخرطوم، الخرطوم تعتبر منطقه العاصمه، انه عما يقارب من اكثر من عدد اكثر من 19 مستشفى تم الاستيلاء عليها بواسطه ميليشيا الدعم السريع، واخرجت تماما هذه المستشفيات من تقديم الخدمه، وكذلك تم محاصره اكبر مستودع للامدار الدوائي في منطقه الخرطوم، تم حصاره مما شكل تهديد كبير لمنطقة أم درمان في الإمدار الدوائي، كذلك في لمنطقة بحري في الإمدار الدوائي. هذا الواقع انتشار هذه الميليشيا على الأرض وسط المواطنين وسط السكان وسط المحلات التجارية، بدأ يشكل هاجس قلق كبير في قطاع الإمداد الدوائي وقطاع الإمداد الغذائي، مما جعل الناس يناشدون المنظمات الوطنية والمنظمات العالمية أن تتدخل لخلق ممرات آمنة حتى يتم إيصال الوقود، يتم إيصال الغذاء، ويتم إيصال عثمان حتى مع وأيضاً الموجز للحياة. نعم عثمان، حتى مع إعلان تمديد هذه الهدنة واستمرارها ورغم كل الخروقات، نحن نتحدث عن صعوبة الوضع الدوائي والغذائي في أم درمان بالنسبة للسكان ومحاولات الميليشيا لقطع هذه الإمدادات والمساعدات. نعم يا أمل، كل ما يتم إعلان عن هدنة جديدة تزداد الأوضاع سوءا ميدانيا، وتزداد الأوضاع سوءا في المرافق الصحية. هذه الميليشيا أسهمت كثيرا في تعطيل الحركة للمواطنين بالذات في منطقة الخرطوم والخرطوم البحري، عكس منطقة أم درمان، عكس مناطق شمال أم درمان وشرق أم درمان، تجدين الحياة طبيعية، مستشفيات تعمل، الأسواق تعمل رغم الكساد الموجود، لكن هناك المحلات تعمل. هذه منطقة شمال أم درمان وشرق أم درمان وجزء كبير من الثورات تسيطر عليها القوات المسلحة، مما جعل المواطنين يشعرون بأن القوات المسلحة تحميهم من خطر ميليشيا الدعم السريع، وتجعلهم يتجولون بحرية حتى في أحياء كثيرة، حتى الأطفال يلعبون في الشوارع عكس مدينة الخرطوم ومدينة الخرطوم البحري. مدينة الخرطوم فيها سيطرة لميليشيا الدعم السريع، في منطقة الخرطوم البحري فيها سيطرة للدعم السريع، لكن هذه السيطرة بالشوارع ووسط الأحياء السكنية بين المواطنين. هذا الوضع بشكل خطور، أعتقد في نهاية هذا الأسبوع تنعدم السلع المهمة جدا، وفعلا بدأت يعني أشاهد رفوف المحلات التجارية ومحلات البيع والشراء المختلفة، هنالك سلع كثيرة بدأت تختفي، كذلك شاهدت يعني إقبال كثيف على الصيدليات لشراء الأدوية وتخزينها بالمنازل، هذا خوفا من انتشار هذه الميليشيات في مناطق وتتمدد في أحياء سكنية أيضا مجاورة في أم درمان.